مرسى علم هي مدينة سياحية مصرية في محافظة البحر الأحمر، من أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة لأنها بترتفع عن سطح البحر 60 متر. مرسى علم مركز عالمي للصيد والغوص والرحلات البحرية، فيها مطار دولي ومارينا لليخوت ومنتجعات وفنادق، وفي صحرائها التنقيب عن الذهب بمنجم السكري. سميت مرسى علم لأن المقصود بالعلم هنا هو الجبل، لأنها تتميز بأنها منطقة جبلية مرتفعة، واشتهرت في فترة العصر الفرعوني إلى العصر الروماني بمناجم الذهب، وأثار ذلك على النقوش الفرعونية المحفورة في الصخور هناك. تعتبر مرسى علم من أجمل مناطق الغطس في مصر والعالم، ووجهة محببة لهواة السفاري لوجود جزيرة الزبرجد وجزيرة خوار وجزيرة الروكي وشهاب الفستون. بس كده، وده كان تقريرنا النهاردة عن مرسى علم. انتظرونا في فيديو جديد عن المعالم الطبيعية والسياحية في مصر.